ان عمر بن عبد العزيز عليه من الله سحائب الرحمة كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. اتدرون ماذا كانت وظيفة هذا المستشار مع عمر رضي الله عنه؟ اتدرون ما كانت وظيفته؟ اكان مستشارا للمجالس القومية، اكان مستشارا للمجلس الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي او العسكري؟ لا. اتدرون ماذا كانت وظيفة ابن مهاجر؟ قال له عمر بن عبد العزيز: يا عمر ابن مهاجر، اذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بثوبي واخنقني وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا ابن عبد العزيز فانك ستموت. اتق الله يا ابن عبد العزيز فانك ستموت.